كيفاش كش غنمشي غنخدم عند واحد السيد باش نشيط واحد شويه مصاريف باش نصوب هاد البورتر عندنا في الدرب، يعني من عندي انا مع كادو من عندي، ولكن سبحان الله العظيم ربي يسر الامور ورزقني الله واحد الناس اللي هما هنايا الدراري ديال درب الحريه اللي كانوا دراري بخير اللي عطوني الفكره، والفكره كانت عندي انا على الصباح قلت لهم انا يسر نجي نصوب البورتري ديال خويا ريان بدون مقابل بلا حتى شي حاجه وبالفرحات مكرهناش نديرو شي حاجه مكشر. تشبعنا بواحد القضيه يعني كان بحال خوك طايح في البير، بحال ولدك طايح في البير، كتخاف عليه باغا يمشي تنقد باغا يمشى، كتسنى كل ساعه اخبار يعني لا العائله ولا الخدمه الينا لا مابقينا بغينا نخدموا ولا والو كيجيونا خدمات، تنقول له حنا لحد اليوم نديرو نجي مابقاش عندنا الخاطر لا الماكله لا حتى شي حاجه، كنتسناو ديك اللقطه ديال يا عتق خونا راهي. ولكن من بعد ملي تعلم المول الوفاه ديالو راه كيف قلت لك راه كانت صدمه كبيره لواحد الدرجه اللي ما قدرناش ندوزو فيها النعمه اللي ما قدر ما لا نعمه لا نعاس لا تفكير لا والو. وتنترحموا عليه من هذا المنبر هذا والله يصبر مو يمشو، وتنوزلو الرساله المهمه ديالو راه حنا كنا ولادك، راه المغرب كامل ولادك والعالم كامل ولادك، كوني هانيه وانا مهمشي انت ولدتي هنا الطفل ريان، وان شاء الله ملقانا فيه كاملين ان شاء الله في الجنه، وهذاك الطفل اللي كانه هديه من عند الله ما، وان شاء الله يرزقك باولاد اخرين، وحنا راه المغرب كله ولادك ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.